ظل إن شاء الله تبقى صديق وفي لبرامج قناة المغاربية. معي محمد عبر الهاتف من الجزائر. تفضل محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله رب العالمين. حبيت أنا نجاوب هذاك الإنسان اللي قال لك باللي على الأدلة وكذا. أي. تفضل. محمد تفضل نسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نسمعك محمد تفضل. الحمد لله. أنا حبيت أرجع لهذاك الإنسان اللي قال باللي على الأدلة. أي. وهناك دليل شافوا كاع العالم كله. وهي قتل بوذياف. ولا أظن أن الإرهابيين هم الذين قتلوه. محمد. طيب محمد يعني انتهى الوقت. عذرا للاتصال سيء جدا من المصدر. معي أبو عمر من فرنسا. تفضل أبو عمر. كم أخي سليم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سليم، أولا أريد أن أعتذر لك أنت لأنني أخطأت معك في مرة من المرات وأريد أن أعتذر. هذا الشيء الأول. الله يسلمك. اعتذارك فيما يخص اعتذارك مقبول يا عزيز. الجزائر بقضية الإرهاب. قضية الإرهاب يا أخي يا سليم ليس قضية إرهاب من المسلم إخوان المسلمين أو من الشعب الجزائري. هذا شيء النظام وهو الذي جعله. هل تسمعني أخي سليم؟ أنا سمعك أبو عمر. أنت كيف توصلت لهذا القناعة أنه هذا الإرهاب هو من عمل النظام؟ كيف وصلت أولا القناعة؟ أخي سليم، أنا كنت واحد من النظام. كنت في الجزائر، كنت في تلمسان في دائرة اسمها بلدية ولاد الميمون. وكان معي نقيب، وهذا النقيب قد أتته أوامر من الفوق وقالوا له عليك أن تقتل. فهو كان يقول لنا انظروا ماذا يقول لي. فأنا أريكم شيئا واحدا، هو أن لا تطلقوا رصاصة واحدة على الشعب الجزائري، فنحن كلنا مسلمين، كلنا إخوة. هذه الديها من عندي أخي سليم. أني وربي لي راسيها سبحانه. أنا نقول كنت في ولاد الميمون وكنت في تلمسان، وكي نقول هذه الكلمة هذه ولاد الميمون قادر وكلام يشوفوا في هذه يسمعوا فيها رم على بالهم بها قاع. فهمي شيء أخي سليم. أما على الكلمة على هذا ويحيى وهذا بن خادم، لو كانوا مسلمين بمعنى الكلمة، مش يقول كلمة هادو راهم جايين يعلمونا الوضوء ويعلمونا اسمح لي أخي سلمى سوف تنقطع في المرة المقبلة إن شاء الله. نعاود نعيط لخويا. شكرا شكرا يا أبو عمر من فرنسا. أخي مش عارف، أنا مش متذكر أنك غلطت فيا، لكن أنت تقولك غلطت فيا تعتذر. عذرك مقبول يا عزيزي. ما كان ولا شيء، ما كانش ولا حقد إن شاء الله، وما كان غير الخير. إذا أبو عمر انتهى وقت البرنامج. أبو عمر هو آخر متصل في حلقة اليوم صدى الشارع. أردنا أن نسمع منكم كيف تفسرون استمرار مسلسل ما يسمى بقايا الإرهاب في الجزائر واستمرار سقوط ضحايا. عموما هذا ملف سنتناوله في حلقات قادمة بكثرة، لأنه الملف الأصعب والأخطر في الجزائر في هذا البرنامج وفي برامج أخرى التحليل. نجيب خبراء ونجيب محللين، نجيب أصحاب الشأن أصحاب القرار حتى نحاول أن نفهم إن شاء الله يوقف هذا المسلسل البائس. إذن هذه حلقتنا انتهت. أشكركم على المشاركة، أشكر كل من تابعنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.